السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله رايحين نشرح ونحل مع بعض دروس وتمارين الصفحة 117 للسنة الرابعة متوسط. ما عليكم غير تبعوا معايا، نبدأ في هذا الفيديو على بركة الله. بسم الله. Task 17. I complete the following statement with the appropriate words from the list. عندنا قائمة تاع كلمات، أوكي؟ عندنا pro, con, proponent و opponents. There are two possible answers. هنا هذه الجملة رايحين نعمروها، كاين طريقتين للإجابة، كاين طريقتين للإجابة في زوج صحاح. عندنا the of an idea, proposal, project or plan of action. Always try to emphasize its. Whereas the focus more on its. وتكمل تعمروا بهذه الأربع كلمات. هذه الأربع كلمات سبق وشرحناهم في الصفحة 116. كي تفهموا الشرح نتاعهم وتعرفوهم شكون هو الشخص المؤيد والمعارض، رايحين تعرفوا الفراغ كيفاش تعمروه. نشوفوا معايا الآن، هنا عمرت معاكم هذه الفراغات. هنا عندنا The proponents of an idea, proposal, project or plan of action always try to emphasize its pro, whereas the opponents focus more on its cons. إذن الشخص المؤيد دائما يركز على المشاريع نتاعو باش يدير فيها يجيب منها فوائد، أما الشخص المعارض فدائما يؤيد فكرة أنه هو صحيح وهو كلش. أوكي، إذن opponent و proponent، pro و con، هنا سبق وشرحناها في الصفحة 116، لأنه أنا هنا دائما نشرح كل درس في صفحة واحدة، كل صفحة في فيديو واحد باش التلميذ يقدر يفهم وتسهل له التمارين والدروس. إذن هنا روحوا للفيديو صفحة 116، رايحين تعرفوا وش معناهم وسبق وشرحناهم. أما اللي شافوا الفيديو فرح يكون عندهم فكرة على تكملة الدروس. نروحوا الآن للتاسك 18. عندنا I match each word with its antonym. عندنا كلمات رايحين نربطوا كل كلمة بالضد انتحها، العكس انتحها. Some words may have more than one antonym. I can use my dictionary. كاين هنا بعض الكلمات عندهم أكثر من عكس أو من مفردة، من ضد عفوا. تقدروا تستعملوا القاموس باش تستخرجوا الضد أو الكلمات الأخرى اللي راح تكون ضد في كل كلمة، معناتها كل كلمة عندها أكثر من كلمة ضد نتاعها. معناتها تقدروا تلقاو كلمة تقدروا تلقاو كلمة أخرى نفس الضد لنفس الكلمة. عندنا هنا pro عكسها con، proponent عكسها opponent، supporter هاي ليكم supporter. هنا بالك مش راح يبانوا لكم الأسهم، هنا بالك الأسهم تخلطوا. هنا شوف عندنا pro اللي هي number one with d اللي هي con، عندنا proponent number two with h opponent، عندنا supporter 3 with G اللي هي critic، okay critic، عندنا advantages العكس نتاعها هو F disadvantages، عندنا argument العكس نتاعها هو A counter، عندنا agree with اللي هي 6 ضد نتاعها هي disagree with اللي هي E، عندنا approve of 7 العكس نتاعها هي disapprove of، وعندنا 8 defend or support العكس نتاعها هو C oppose ولا disagree. اوكي ولا disagree. اذا عندنا 1 with D، 2 with H، 3 with G، 4 with F، 5 with A، 6 with E، 7 with B و 8 with C. هذا الربط الصحيح. هنا بلك الأسهم يتخلطوا عليكم ما يبانوا لكمش، راني قلت لكم الربط الصحيح كل كلمة مع الضد عفوا
العكس انتحى في الجدول أو في هذا القائمة. نروح الآن للتمرين الموالي اللي هو task 19. task 19 هنا I sort out all the synonyms in list A and B in task 18 and classify them in the table below. Some words may have more than one synonym. هنا عندنا الكلمة والمفردة انتحى، هنا عندنا الضد، هنا رايحين نديروا العكس، رايحين نستخرجوا منا الكلمات ونديروا لهم السينونيم اللي هو الشرح انتحهم من خلال المعطيات اللي قريناهم في الصفحة 116 ومن خلال هذه المعطيات الموجودة في التمرين 18. إذا عندنا هنا كون عكسها عفوا task 19 I sort out synonym عفوا أنا هنا رحت درت لكم الopposite انتع كل كلمة أعتذر. إذا عدنا هنا pro synonym انتعها هو advantages. اوكي نعم هنا فقط انا غلطت باش ندير هنا اشيل اوبوزيت، اما هنا السينونيم انا رحت درت اوبوزيت اعتذر، هنا درتها كون بعد درت عليها شلطه معناتها ضد، ولكن هنا اعتذر هي السينونيم معناتها تساوي وليس الضد. اوكي السينونيم وليس الاوبوزيت. اذا عدنا كونز سينونيم انتح كون عفوا سينونيم انتحى هو disadvantages. disagree with سينونيم انتحى هو disapprove of. agree with سينونيم انتحى هو defend ولا support. اوكي نقدر نلقو كلمة support سينونيم. اوكي عدنا proponent سينونيم انتحى هو supporter و opponent السينونيم انتحى هو critic. اوكي critic هو الشرح هنا وليس الضد. اذا كون سينونيم انتحى هو disadvantages. disagree with disapprove of. agree with defend or support. proponent supporter. opponent critic. اذا هنا السينونيم الشرح انتع كل كلمة عندها المفردة انتحى. اذا هذا هو task 19. نروح الآن للتاسك 20 تمرين 20. I discuss with a group of partners. أنت ومجموعة من الزملاء رايحين discuss معناتها تناقشوا. Okay. The effects of globalization. Okay. The influence of other cultures on our own. For example, fast food, fashion clothes and hairstyles, music, etc. And we make a list of the pro and con of this culture globalization. Culture globalization معناتها تأثير الثقافات والعادات علينا في المجتمع نتاعنا، على مكلتنا، على لبستنا، على طريقة العيش نتاعنا، على شعرنا، على الموسيقى، على عدة أشياء يومية في الحياة، على العادات، على التقاليد وغيرها. إذا هنا أنت ومجموعة من زملائك رايحين تخدموا هذا التمرين. هنا في القسم ديروا العمل راح يكون جماعي، أوكي؟ لأنه فيه نقاش والنقاش دائما يكون عمل جماعي. إذا هنا أنا درت لكم هذا التمرين. في جدول اوكي في جدول هنا we make a list of the pro and cons. اوكي راح نديروا مجموعه فيها البرو، اوكي فيها البرو اللي هو تاثير سواء كان سلبي او ايجابي. اذا عندنا البرو watch new tv channels. learn about new traditions. نتفرجوا برامج تلفاز جديدة، نتعلموا على عادات وتقاليد جديدة. use new technologies. نستعملوا تكنولوجيا جديدة. use social media. نستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي.
taste new food, نتذوق طعام جديد. Wear fashionable and trendy clothes, رايحين نلبسوا ملابس عصرية وملابس على الموضة. هنا هذا التأثير الإيجابي على هنا على الglobalization, okay, اللي هو the influence of other cultures, هو تأثير عادات وتقاليد دول أخرى علينا. إذن هنا رايحين يمدوا الإيجابيات كما رايحين يمدوا السلبيات, الفوائد والأضرار. إذن هنا pro هي الفوائد وcon هي الأضرار. Invasion of new TV channels, national culture and traditions, new technologies everywhere, addiction to social media, change in eating habits, neglect tradition, traditional clothes, adapt foreign lifestyles. دوك التأثير نتاع الدول الأخرى أو الدول الأوروبية for example علينا بالسلبيات, معناتها هنا رايحين نبدلوا في طريقة الأكل نتاعنا ونبعدوا على الطريقة اللي تعودنا عليها, رايحين نلبسوا لبسة ما رايش نتاعنا وننسوا اللبسة التقليدية نتاعنا, رايحين نولوا عايشين غير بالتكنولوجيا, رايحين نولوا لاصقين دايما في مواقع التواصل الاجتماعي وننسوا حياتنا اليومية مع العائلة, رايحين ندخلوا اللايف ستايل اللي هو أسلوب حياة أجنبي على حياتنا. وهذا هما الديزادفانتجز عفوا الأضرار نتاع العادات والتقاليد الدول الأخرى وتأثيرها علينا. عندها إيجابيات كما عندها سلبيات. هذه هي القائمة نتاع الإيجابيات والسلبيات على تأثير العادات وتقاليد دول أخرى علينا في طريقة الأكل اللبس وغيرها. هذا هو, ديروا الجدول بهذه الطريقة وتناقشوا مع بعضكم. إذن تاسك 21 رايح تعاود تخدم انت وزميلك وتتبادلوا الكتب ولا الكراريس وتناقشوا تمارين 16 17 و18 و19 وتستعملوا القاموس باش تعاونوا رواحكم. دائما هنا اللي ما عندوش قاموس يشري قاموس, واللي ما قدرش يشري قاموس يبتع القاموس من المكتبة. المكتبة في المدرسة تقدر تسلف لكم أي حاجة تقرأوا بها تحافظوا عليها وترجعوها. أوكي, I complete each of the sentences below with an ing. عدنا هنا جمل رايحين نعمروا الأفعال بحيث أن الفعل نزيدوا له ing form to express my likes and dislikes. الفعل كي نزيدوا له ing هنا رايحين نلقاو رواحنا معبرين يا إما على الحاجات اللي نحبوها ولا الحاجات اللي نكرهوها. Regarding people's opinions, attitudes, behavior, friends, studies, entertainment, food, hobbies, as in the following example. I hate sharing my secrets even with my friends. منحبش ولا نكره نشارك أسراري حتى مع أصدقائي. هنا عدنا I like, I dislike, I love, I hate, I enjoy, و I prefer وتكملوهم. هنا دائما بعد هذو الأفعال I like, I dislike, love, hate, enjoy وغيرها اللي يكون فيهم التعبير رح يكون على حاجة نحبوها ولا على حاجة نكرهوها, الاسم مباشرة اللي يجي بعدهم رايحين نزيدوا له ing. أوكي, رايحين نزيدوا له ing لأنه هنا يعبر على استمرار في كره ولا في حب شيء ما. إذا شوفوا هنا يا معايا الجمل اللي درتهم لكم. I like chatting online with my friends. نحب نبقى على كونيكتي مع زوم أصدقائي. أوكي, أحب الدردشة مع أصدقائي. I dislike learning lessons by heart. نكره نحفظ الدروس عن ظهر قلب. I love wearing blue jeans. نحب نلبس الجينز الأزرق. I hate eating unhealthy food. نكره ناكل أكل غير صحي. إذن I hate, I love, ولا like و dislike دائما ليكون بعدهم راح يكون فيه ing. okay, chatting هنا to chat the verb زدنا له ing, to learn زدنا له ing, to wear زدنا له ing, to eat زدنا له ing. بهذه الطريقة اعتمدوا هذه الفكرة أنه دائما بعد like, love, hate, enjoy, prefer ليكون فيهم رايحين نعبروا على حب أو كره لشيء ما اللي يكون بعده مباشرة الفعل راح يكون فيه ing.
ثم تخدم أنت وزميلك تقرأوا Your Grammar Tools Number 4 وتصحوا لبعضكم التمرين هذا، وكل واحد يمد إجابته ويشوفه وتختلف الإجابة من شخص إلى آخر ونتبادلوا الأفكار. وصلنا لختام هذا الفيديو، نتمنى إن شاء الله هذا الشرح مع الحلول يكون فاتكم واستفدتوا. نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. صح فطوركم وربي يوفقكم وينجحكم إن شاء الله. في أمان الله.